اخوات والاخوان، انا ما غاديش نطول عليكم باش ما نكرروش ما قاله السيد رئيس الحكومه سابقا. هذه فرصه مره اخرى باش نبينوا بان هناك اغلبيه متماسكه، هناك اغلبيه متضامنه، مش متضامنه فقط من اجل احزابها السياسيه، متضامنه من اجل انجاح المشروع الحكومي ديالها، من اجل المواطنات والمواطنين. كاين هناك اشكاليات كثيره اللي عشناها منذ 2021. نذكر بان الاثار والمعاصره دوز 10 سنين في المعارضه منذ انشائه، وكانت هناك نقاش، لان اللي ذكر من 2021 ناقشنا واش الفرصه هذه للاثار والمعاصره باش يدخل الحكومه، وتحملنا المسؤوليه، قلنا نعم حزب الاثار والمعاصره ما داش باش ينتقد فقط، بل باش يتحمل مسؤوليته في الوقت اللي كان هناك اشكاليات حقيقيه كنا كنعانيو منها. وتذكروا في 2021 الخروج من الكوفيد، ومن بعد فاش دخلنا للاغلبيه وتمسكنا بهذه الاغلبيه، اليوم كنقولوا بان كاين هناك نجاحات، كاين هناك نقص التواصل باش نوصلوا هذه النجاحات للمغاربه. وجميع الاخوان تكلموا عليها اليوم، السيد رئيس الحكومه، سي الاخ نزار بركه بالطبع، وجميع رؤساء الفرق، وغيكون هناك بالطبع واحد تقويه المجال التواصلي مع المواطنات والمواطنين، عبر كذلك عبركم عبر الصحافه، لان عنده واحد الدور مهم لتبسيط وتفسير ما تقوم به الحكومه وما استثمرت في مشاريع اولا اجتماعيه، وثانيا في مجال الاستثمار لخلق مناصب شغل والتجاوب مع الاشكاليه الاولى ديال الشباب والشابات اللي هو التشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل. ف وباش ننجحوا فيما تبقى من هذه الولايه الحكوميه يعني سنتين، لابد ان يكون هناك تضامن اقوى واكثر، ومن كيف ما ذكروها بعض رؤساء الفرق، من ما يغلبناش يعني الانتخابات الجايه المقبله. الانتخابات هي فقط واحد المحطه باش نجدوا الثقه ما بيننا وما بين المواطنات والمواطنين. كيبقى اهم محطه هو المحطه التنمويه، هو المسار التنموي اللي خدات المملكه المغربيه، هو التجاوب مع المواطنات والمواطنين باش نرجعوا باش نقويوا ديك الثقه اللي كاينه ما بين المغاربه وبين المؤسسات ديالهم. وباش انا دائما كنقولها ونبقى نقولها ونعاود نقولها قدامكم، باش الحلم المغربي يولي ممكن عند الشعب المغربي كيف ما كانت يعني الامكانيات الاجتماعيه ديالو او التواجد ديالو الجهوي او الاقليمي. هذا هما يعني خلاصه الافكار اللي بغينا نوصلوها، زائد بالطبع داك الشيء ما قاله رئيس الحكومه. وغالبا كذلك سي نزار غيكون عنده مجموعه ديال الافكار اللي غيتقاسم معكم. شكرا لكم، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.